في فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر، إذ انكشف الستار الذي على بيت عائشة، ورأى الصحابة حبيبهم وعوه متبسما، وجهه كأنه خلقة القمر. كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراخة متكاملة لصلاة الفجر؟ قلت آه ثم آه كيف لو اعتدي بسروبنا في صلاة الفجر اليوم؟ نظر إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة، وما كتب ذلك الكتاب بعد ذلك اليوم. كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم، فأشار إليهم متبسما أن أكملوا صلاتكم، وأسفل الستار، وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة. وطفق الألم والوجع يزداد عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، وبدأ يتغشاه من الألم والكرب ما الله به عليم. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت: وكرب أبتا. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة عن ذلك فقالت: ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أخبرت بذلك بعد وفاته. صارها في الأولى فقال لها: إنه يقبض في مرضه هذا، فبكت. ثم سارها الثانية فقال: وإنك أول أهل بيتي نفوقا بي، فبرحت رضي الله عنها وأرضاها. ستلحق بأبيها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فكيف لا تفرح وقد بشرها بأنها سيدة نساء العالمين؟ ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما وذكرهما ووعظهما، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، ثم دنت لحظات الاحتضار وأخذ الوجع يشتد ويزيد. كان يقول لعائشة: لماذا أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر؟ قلت: أنا قاتل الله اليهود، فلقد سموا نبينا، ومسلسل غدرهم ومشرهم لم ينتهي إلى اليوم. ثم أسندت عائشة إلى صدرها وكانت تقول: من أعظم نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريحي وريحه عند موته. وفي آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، فأخذت عائشة منه بعلمها أن حبيبها يحب السواك، تقول: فلينت له بريقي ثم أعطيته إياه. فأخذ يساه ويضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. تقول عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم.
وما إن صرت من السواك حتى رفع يده مشيرا بسبابة وشخص بصره نحو السقف فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن بتشجيعه إلى الملأ الأعلى فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن بتشجيعه إلى الملأ الأعلى للقاء ربه فتحركت كفتاه فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البقاء في الدنيا أو لقاء ربه فأصدت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني بصفية الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى قالها ثلاثا ثم مالت يده وهدأت أفكاره وسكت قلبه وخرجت الروح إلى دارها مالت أصغر يده وفدأت أزكى الأنفاس وسكت أعظم القلب وخرجت أبكر وأكبر فإنا لله وإنا إليه راجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون بالله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال تعظم الله أجري وأجركم تعظم الله أجري وأجركم اللهم أجرنا بمدينتنا خير يا رب العالمين وأظلمت المدينة على ساكنيها عبر أنس عن هذه المصيبة بقوله والله ما رأيت والله ما رأيت أجمل ولا أحلى من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقد أضاء فيها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا وما إن تسرب النبي الصادق والمصاب العظيم فعلم الناس بالخبر حتى باتت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم أما فاطمة لما سمعت بالخبر بكت بكت وقالت وأبتا وأبتا أجاب ربا دعا وأبتا جنة الفردوس مأوى وأبتا إلى جبريل ننعى فلما دخل قالت رضي الله عنها لأنس يا أنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحصوا التراب على رسول الله يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحصوا التراب على رسول الله قلت والله ما طابت قلت والله ما طابت ولكن يا أنس